باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد أمين. فلتحل علينا نعمة الله وبركته الآن وكل أوان وإلى ظهر الدور أمين. النهاردة الإنجيل بيتكلم عن المعجزة الشهيرة بتاعة إشباع الجموع، وهي خارج عن حدود المنطق، وهي خارج عن حدود الحسابات. في لوبوس الرسول في الإنجيل قعد يحسبها، والمسيح قال له الحسبة طلعت إيه؟ غلط. احنا كده برضو ربنا بيقول لنا حسابات كتيرة ما تدخلش دماغنا، حسابات كتيرة جدا. يقول لنا مثلا لا تهتموا للغد، دع الغد يهتم بنفسه، ودي ما تدخلش العقل. الواحد يفضل يفكر في الغد اكتر ما يفكر في الحاضر، لدرجة ان الغد ده مش اي غد، يعني يا ريت الغد ده اللي هو السما، لا ده الغد ده بيكون غالبا الغد الارضي اللي هو اكل واشرب والبس واصرف واتمتع. والمسيح يقول لي لا، اباكم السماوي يعلم ما تحتاجون اليه قبل ان تطلبوه. حسبتك طلعت غلط. واحد غلبان برضو يبقى خايف من المستقبل لان معهوش تحويشه، معهوش فلوس، معهوش حاجه، ويفضل الشيطان معيشه في الهم والبكاء لحد ما يلقى الحسبه الجميله اول ما يقف يصلي ويطمن. والناس تقول هو انت مطمن ليه؟ يعني هو انت معاك كام؟ يقولوا معهوش حاجة. نظرة الناس حتى للشخص اللي مطمن ده بيقولوا انت حسبتك بايظة، انت مش عارف، ده انت غلبان، انت عارف الحياة دلوقتي غالية ازاي؟ صدقوني ما في بيت بندخل فيه قبل موضوع الكورونا وفي الزيارات الا لما يكون في شكوى معينة، وخصوصا الحاجات المادية. يا ابونا صللنا، الحياة صعبة، كل البيوت بتحسبها ان الحسبة صعبة. برغم من كده الله يدبر الكون كله، من عندوش حسبة صعبة، ربنا ده ما عندوش حسبة صعبة. زمان كان في ادوات كده الواحد ممكن يحسب عليها حسابات رياضية بسيطة، والواحد يقول يا ده انا بعرف اعمل الحسابات الكبيرة، لحد ما ظهر الكمبيوتر بقى يعمل الحسابات الايه المهولة. وبعد شوية بعد كده ظهر جيل تاني اسمه السوبر كمبيوتر، مش عارف يطلع فيه ايه تاني. وبعدين الناس بتتشطر انها تحسب الحسابات، واصلا في حسابات ما تتحسبش، ربنا هو الوحيد اللي بيعمل. يعني مثلا حل ان الشعب كله، كل الخليقة تاهت في الشر، ايه الحل بتاع حسبتها؟ ايه دي؟ ايه دي يا رب تحلها ازاي؟ ربنا جاب حل لا يخطر على قلب بشر، نزل بنفسه وتجسد عشان هو اللي يدخل بينا في المستحيل. السم مستحيل ندخل، ياخدنا ويدخلنا السم، مفيش غيره يقدر يعمل كده، ولا جات على دماغ اي حد. هي دي الحسبة الصعبة، حسابات عجيبة جدا. تاني ازاي طب ينزل؟ ازاي ينزل ويعيش في وسطنا عشان يشابهنا في كل شيء وياخدنا؟ ازاي يعني؟ ازاي يتجسد؟ دي انا مش فاهم، ياخد جسد من بطن العذراء ازاي يعني؟ اليهود وقفوا قدام الحسبة دي مش فاهمينها برضو، اصطدموا بالمسيح قالوا له ما تنفعش انت، لا لا انت مش بني ادم، انت بقى على زبول اصلا، يعني انت بتمخاوي الشياطين. اصطدموا بيه. بطرس الرسول اول ما بقى في عمق العلاقة مع الله ابتدى يحسب حسابات جديدة. زمان كان بيحسب حسابات، ودلوقتي مع المسيح يحسب حسابات تاني. زمان كان يتعب طول الليل عشان يصطاد، ولما ما يصطادش يقول خابت خلاص، معرفتش اصطاد. انما لما المسيح جاله على البحيره قال له ارجع تاني، ادخل ارمي الشبكه، قال له على كلماتك قولك الشبكه، الحسبه بتاعتك المره دي خلاص حاضر. ولما حسبها بطريقه المسيح ايه اللي حصل؟ لقى سمك كثيرا جدا حتى صارت الشبكه تتخرق. هو نفسه عارف العلاقه الجديدة اللي بينه وبين ربنا، فلما قامت العاصفة والمسيح مش موجود معاه في السفينة، ظهر المسيح على المية من بعيد، فالمسيح
يوحنا الحبيب طبعا لأنه عارف المسيح، فقال له كده هو الرب، خلي بالك. وضح ان هو، فعمل ايه؟ صرخ وقال له يا رب ان كنت انت هو فامرني ان اتي اليك ماشيا على الماء. يعني ايه تمشي على الميه؟ ما هو عارف ربنا ليه حسابات تانية غير حسابات الفيزياء بتاعتنا، ان مفيش واحد يقدر يعني يقف فوق الميه، يعني دي الفيزياء، لكن ربنا ليه فيزياء تانية. ايه بقى الفيزياء التانية؟ ان يقدر يمشي على الميه. يا رب في كورونا، هنعدي ازاي؟ هتعدي يا حبيبي وهتعيش. يا رب بنت سنها كبرت وما اتجوزتش، ما تخافش يا حبيبي انا مدبر لها الحال. يا رب ابني مريض جدا جدا والدكاتره احتاس واحتار ومفيش حل، ما تخافش انا ليا حسابات اخرى، في حسابات تانية. اللي يقف قدام ربنا يقول له لتكن مشيئتك، معناها انا هطفي الكالكوليتور بتاعي، اشتغل بالكالكوليتور بتاعك، حساباتك انت بقى. ما خلاص ما بتاع ده، انا غلبان، ده مش عارف اصلي، مش عارف احسب، هسكت ولا تتكلم انت؟ البابا شنود علمنا المقولة دي، نصمت لكي يتكلم الله. دي في المشاكل العويصة الصعبة اللي مفيش فيها حل، يقف ويتكلم مع ربنا، تتحل الأمور من جدره، من جدره. عجيب ربنا دون اللي يجي يقول لي يا حبيبي أنا المهتم بيك، إلقي كل همك علي أنا المعتني بيك. يقول لنا كده لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله. إذا كنت أنا بحفظ مسارات ومدارات النجوم والأفلاك وكل الأجرام السماوية بالكامل، ويقول كده في أشعية لكثرة القوة ولكونه شديدا لا يفقد أحد، مفيش نجمة تحيد عن مسارها، مفيش نجمة تحيد بس حاجة بسيطة عن مسارها. انت يا ابني حتى مش عارف يعني ادبر لك مدارك، مش عارف ادبر لك مسارك، طب خايف ليه وقلقان ليه؟ لان انا مش بقعد معاه بصراحة، لو انا بقعد معاه هاخد الطمأنينة دي، لو انا مش بقعد معاه بقعد مع نفسي بحسبها بطريقتي، الشيطان يجي يقول لي تعال اقعد انا معاك بقى، انت ايه مش عارف تحسبها، احسبها لك انا، وسلم ودني لابليس. ابليس دايما يديني روح الاحباط والفشل، عشان كده ربنا يقول لنا لا، اهتموا بالصلاة والدعاء مع الشكر مش مع التذمر. لو انا برضو بقف قدام ربنا بصلي بس بروح التذمر مش هاخد حاجة، اقول يا رب عندي بس 5 خبزات وسمكتين، في واحد يكمل الصلاة يقول له بس انا واثق ان انت تقدر تبارك، واحد تاني يكمل الصلاة يقول له كده برضو اهون عليك تديني انا 5 خبزات وسمكتين وتدي غيري 50,000 خبزة، ينفع كده؟ طب انا زعلان منك. تفتكروا اني صلاة اللي فيها شكر وفيها رجاء، اني صلاة المستجابة، اني صلاة اللي فيها الواحد يخرج متعزي وفرحان. ممكن انا اقول ان انا بصلي، لكن حاجة ده مش صلاة، ده تذمر. عشان كده نراجع تاني، بقف قدام رب المجد بقول له ايه؟ بقول له يا رب انا واثق فيك، ولا بقول له يا رب انا شاكك فيك؟ زي تلميذي عمواس يقولوا للمسيح لما شافوه وهو مش واخدين بالهم ان هو المسيح، قالوا له كنا نظن ان يسوع ده كان هو المزمع ان يفدي اسرائيل، طلعت حسبتنا غلط، وهو واقف، المسيح واقف، محرجة جدا. يقولوا كنا فاكرينك انت المسيح، كنا فاكرين هو المسيح، طلع مش المسيح ولا حاجة، المسيح واقف. بقف قدام ربنا في الصلاة كده، كنت فاكرك هتعمل لي حاجة والمسيح واقف قدامي، بقول كنت فاكرك هتعمل لي حاجة. معقول ينفع كده؟ ده انا لو في مدير قدامي ما اقدرش اقول له كده، ده انا المفروض النهاردة اقول له يا رب سنين طويلة عدت عليا ما فيش غيرك اللي كنت مهتم بي، انت اللي كنت بتدبر حياتنا، ده انت يا رب اللي نجتنا من كل الاخطار، ده في 10 سنين اللي فاتت دي لو نكتب، وخصوصا في اولها كان مصيبة كل يوم، كان كل الدنيا معرضة ليها وربنا نجانا، كان مصيبة كنا بنسمع عنها في اليوم، نقول يا رب ارحمنا ويرحمنا.
صدقوني لو وقفنا نشكر ربنا مرة واحدة بس عن كل مرة خدمة خدمها لنا ربنا، الحياة مش هتكفي، الحياة مش هتكفي. تعالوا النهاردة نقول له يا رب نشكرك على البركة. احنا مش بنتباهى ان انت عملت معجزة لحد غيري من 2000 سنة، شبعت الناس عيش وسمك. لا، انا مش بتباهى بكده، انا بتباهى ان انت اللي صنعت المعجزة دي، ابويا المهتم بيا اللي قاعد معايا النهاردة وهتدبر حياتي، مش هتسيبني. انت اللي هتدبر الامتحانات الغريبة اللي احنا مش اول مرة ندخل في الامتحانات الاونلاين دي مثلا، بيوت كتيرة قلقان، مين اللي هيدبر؟ ربنا. متخافش، ذاكر وما تخافش. مين اللي هيدبر؟ اصل يعني لغينا موضوعات كتيرة والخدمة وقفت، الكنايس وقفت، الناس هتبطل تيجي الكنيسة، مدارس الأحد مش عارفة نعمل إيه، يا رب الكنيسة لا أبدا، الله هو المدبر القوي، هو صانع الخيرات، ما فيش حاجة بتبص في إيده، صانع مصنع الخيرات ده ما بيطلعش منتج غلط، مصنع الخيرات بتاع الله ده حسب قلب الله، ما يطلعش حاجة واحدة مش تعدي من الكواليتي كنترول كده مش قد كده أبدا، المصنع ده كله تمام. يدي ربنا اللي انا ما اقدرش اخده. يقول كده سلاما اترك لكم، سلاما انا ايه اعطيكم. بيقول لنا كمان ليس كما يعطي العالم اعطيكم. احنا ساعات بنقول له يا رب انا عايز اعيش زي فلان، يقول لي لا ده انا عايشك احسن. ليس كما يعطي العالم اعطيكم، لا ده انا هديك اكتر بكتير. في ايه جميله معزيه جدا، يقول ان الله في أفسس، يقول أن الله هو القادر أن يفعل فوق كل شيء أكتر جدا مما نطلب أو نفتكر بحسب القوة التي تعمل فينا، قوة الروح القدس العاملة فينا. هو القادر أن يفعل فوق كل شيء. طب أنا بطلب شيء هو يفعل لي فوقه. أنا بقول له يا رب النهاردة اديني أكل، يديني أكل النهاردة وبكرة وللأبد. واحد يقف يصلي يقول له لأجل صلاتك وحياتك دي أنت وولادك وولاد ولادك من بعدك هدبر لهم أمورهم عشان خاطرك. يقول له يا رب ده كتير عليا خالص. يقول لي معلش أنا كريم. يقول كده نحمية أعطاني الملك حسب يد إلهي الصالحة عليا. داخل نحمية قدام الملك يطلب طلبات مستحيلة، الحسبة غلط ما تنفعش. واحد يطلب من الملك يقول له عايز اخد كنوز لا تعد منك ببلاش بده غير مقابل محبة كده. تفتكروا في ملك يعني وايه؟ مش اي ملك يعني، ده الملك اللي احتله. يقول له انا عايز اخد منك كنوز بقى اللي انت معرفتش محدش قدر منك ياخدها بالحرب، انا هاخدها منك في قعدة كده 5 دقايق. تخيلوا الحسبة دي تنفع؟ تنفعش. وقف قال له كل الطلبات، قال له حاضر. الملك قال له حاضر وأعطاه الملك حسب يد الله الصالح عليه. شوفوا كل واحد فينا بقى يقف قدام ربنا يقول له يا رب أنا واثق فيك. أقول له يا رب النهاردة أنا مش هحسبها تاني بالطريقة بتاعتي، هحسب حساباتي اللي أنا مسؤول عنها، إنما مسؤوليتك أنت مش هشيلها بدالك، دي بتاعتك، أنا هعمل عملي وانت هتعمل عملك، وانت امين ان انت تفعل كل ما تكلمت بيه. انا مش هفكرك، ده انت اللي هتفكرني، انت صالح والى ابد رحمتك، وانا واثق ولن اتركك ان لم تباركني، زي ما قال القديس يعقوب اب الاباء، قال له لن اتركك ان لم تباركني. مش انت باركت في الخمس خبزات سمكتين؟ طيب اديني واقف لك هنا، ولن أتركك إن لم تباركني كما باركت في ذلك الزمان، ها؟ الآن أيضا بارك. إحنا بنصلي دي في القداس الغرغوري، كما باركت في ذلك الزمان الآن أيضا بارك. ربنا يدينا هذا الإيمان وهذه البركة، لإلهنا كل مجد وكرامة الآن وكل أوان وعلى ظهر الدور، آمين. أغنية طوخ نقوم اثمين يسوع وبنت باي ايه هو بقوي بقوي
لمن رأت انت بخريستوس Parentis et autos Marias, Maven, Pensotir, Inter.